مرحبا بكم قناتكم قناه علي جمال مضاء مع فاطمه. فيديو جديد موضوع جديد. اليوم غنهضر لكم على واحد لي زون انفلاماتوار يعني فني ديال مضاد الالتهاب طبيعي مصوب من مواد طبيعيه ما كيضرش المعده. هذا هو لافونتاج ديالو الاول، كيعطي لي في ديالو بحال لي في ديال لي زون انفلاماتوار الاخرين اللي كتاخذوا. يعني جربوا وغادي تشوفوا واحد النتيجه مزيانه. راه الطب ديال الروماتيزم ولاو دابا كيكونسيو بيه الناس، يعني كيخرجوا الناس باش يستعملوا، وراه عطى نتائج مبهره. يعني غير جربوا، تقدروا تاخذوا غير مشيتوا للصيدليه ديالكم وطلبوا، او الا مشيتوا عند الطبيب ديالكم راه ضروري غادي يخرج لكم، لان الابحاث عطات بان النتائج ديالو مزيانه واحسن من هذا الشيء كامل، انه ما كيضرش في المعده ديالنا. وكيف كتعرفوا بان لي زون انفلاماتوار فاش كنكثروا منهم راه كيقدروا يديروا لنا دبحات قلبيه، يديروا لنا الضغط ديال القلب، كتزيد عندنا الضغط ديال القلب، يعني عندهم واحد المضاعفات كثيره. داكشي علاش لي زون انفلاماتوار من الاحسن غتاخذوهم، غتاخذوهم 5 ايام 4 ايام كاع 5 ايام ماكسيموم، وغادي توقفوهم تحت اشراف طبي. يعني ماشي غادي تمشي للصيدليه وتاخذي انفلاماتوار يوم على يوم يوم على يوم، هذا راه كدري الكلاوي ديالك، في نفس الوقت كدري المعده ديالك، وفي نفس الوقت راه كتخرجي على القلب ديالك، وخاصه كتكون عندك دقات القلب كتكون كثيره، وكتقضي كاع الله يسر يدير لك شلل نصفي. هادشي كلشي راه غادي تلقاهم الا شديتو الورقه اللي كتكون داخل ديال الدواء وقراوها ديال اونسي انفلاماتوار، راه تلقاو كاع هادشي اللي كنقول لكم عليه. دابا غادي نوريكم الدوايات اللي مصايبين من الاعشاب الطبيعيه وما كيضروش المعده. اولهم هو هذا كوكوفلاكس، ها هو شفتو، نقربو لكم مزيان باش يبان لكم. هذا راه مصايب غير من الخرقوم، مواد طبيعية. كيف كتعرفو الخرقوم راه دابا ولاو الناس بزاف راه كيشوف ليكم خيمي ديال الخرقوم كاينة دابا، راه كاين الناس اللي كيديروه في الماء وكيشربوه، ولكن الناس اللي كيديروه في الماء وكيشربوه راه كيخص واحد المقدار اللي خصك تشربي، يعني تقدي إلا كسرتي منه الله يحفظ يقدر يدير ليك تسمم. هادشي علاش فاش كتاخدو في الكومخيمي، هاد الكومخيمي كيكون المقدار اللي كيخصك تاخديه في النهار بالأبار عارفينو، يعني كتاخديه آمن، وهذا راه كيسولاجي هذاك الحراك اللي كيكون عندنا في ديال المسكيلات. في نفس الوقت راه ما كيضرش المعدة ديالنا، ومزيان مزيان زعما الأعصاب ديالنا، ومزيان الألم يعني دغيا كيسكنو. هذا راه مصايب من ليكستخي ديال الخرقوم، ومصايب من ليكستخي ديال السكنجبير، وفيه لا فيتامين سي وفيه لا فيتامين دي، وحتى الثمن ديالو مناسب، راه فيه 30 حبة والثمن ديالو 83 درهم. هذا بالنسبه لهذا المكون. كاين عاوتاني الاخر ايناد، ايناد حتى هو راه طبيعي 100%، حتى هو مصايب بالخرقوم، حتى هو فيه سكنجبير. كي كتعرفوا بان السكنجبير والخرقوم راه كيعطي واحد الفلول زوين الم المفاصل. كي قلت لكم غير نتوما ما تستعملوش، تمشي تاخذوا الخرقوم راسكم وتاخذوا السكنجبير، لان ما غاتعرفوش لا دوز اكزاكت اللي خصكم تشربوا منه. كاين هذا، كاين حتى هذا حتى هو ادكوراتيف فوق، هو نفس القضيه ديالو، يعني وكلهم الاثمنه مزيانه. هذا زايد فيه لا فيتامين سي هاد الكوفاكسين، وكاين هذا حتى هو فيه الخرقوم. ها نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، واستعملوا هذه الادويه راه امنه، وما تخافوا حتى شي حاجه. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.